الفنان المصري الرائع اكرم حسني منورنا اليوم على الريد كارب في مهرجان الفضائيات. يا اهلا وسهلا، منورين وسعيد بوجودكم معانا في كل التكريمات وفي كل الاحداث الفنيه، بتعملوا تغطيه جميله، بشكركم على المجهود. اكرم، في البدايه خليني اسالك على فيلم البدله، فيلم موفق في عيد الاضحى، طرح محقق ايرادات قويه ومتصدر البوكس اوفيس هون في مصر، يعني كيف رصدت ردود افعال الجمهور معك حول هذا الفيلم؟ والله انا اول بشكر الجمهور اللي خلانا نبقى رقم واحد في العيد او يخلينا اعلى ايرادات. انا بتواصل مع الجمهور من كل وسائل التواصل، انا كنت بنزل السينمات بنفسي بعد ما الفيلم يبدا واقعد وسط الناس اسمع اراء الجمهور وبيضحكوا على ايه وما بيضحكوش على ايه. تابعت كل وسائل السوشيال ميديا، تابعت كل الارقام من خلال المنتج وليد منصور. الحمد لله، يعني نجاح، انا بيتهيألي ما نجحتش النجاح الكبير ده قبل كده، وكل نجاح اعتقد ان هو بيجيب بعديه نجاح اكبر، فاتمنى يبقى كل اللي جاي اكتر من دلوقتي كمان. خليني اسالك، كيف كانت الكيمياء ما بينك وما بين تامر حسني في الفيلم والمخرج بكرول فريق العمل بشكل عام؟ يعني هو انا مش محتاج اتكلم عن نجوميه تامر، مش في مصر بس، في الوطن العربي كله عنده جماهيريه غير طبيعيه، الناس كلها بتحبه. احنا واحنا بنصور في الشوارع كان بيبقى عندنا مشكله اساسيه ان الناس بتتجمع على تامر وعايزين يتصوروا معاه، كل الناس بيحبوه. ده كان بيحملني مسؤوليه ان انا موجود مع نجم كبير جدا، لازم اكون قدها، وحاولت اجتهد وحاولت اسعى علشان اقدم شيء مختلف والحمد لله. كان في تشجيع من تامر لك في الفيلم، كان في تشجيع من المخرج لاكرم حسني يعني اخراج افضل ما يمكن في هذا الفيلم تحديدا؟ يعني اولا تامر غير ان هو نجم كبير وعنده الجماهيريه دي، هو دمه خفيف جدا وجدع جدا جدا جدا، يعني من هنا للصبح. يعني طبعا كان طول الوقت في عمليه دعم. منذ العدل عمل مجهود كبير جدا في الفيلم، ايمن بهجت قمر عمل مجهود في السيناريو، وليد منصور الانتاج، انا ما شفتش حد اثر في الفيلم الحقيقه، ويمكن عشان كده كان النجاح بالشكل ده. شو اعمالك المقبله؟ هل في اعمال دراميه؟ هل ظهرت ملامح رمضان المقبل؟ رمضان اللي جاي باذن الله لسه ما حسمتش مشاركتي فيه، بس باذن الله ان شاء الله يعني خلال الايام القليله قوي اللي جايه هحسم الامر، وباذن الله يعني اتمنى اكون موجود على شاشه، يعني شاشات رمضان باذن